اهلا وسهلا اخي الطيب. اول شيء احب اشكرك لاستضافتي معك في برنامجك، واشكرك للمقدمه اللي اجزت فيها عن نتائجنا هذه السنه بفضل الله عز وجل. حقيقه هو من اهم الاسباب، احد اهم الاسباب اللي انت ذكرته، وهو زيادة كفاءة التشغيل لأسطول الشركة. ولكن هناك سببين آخرين مهمين جدا. السبب الآخر المهم هو زيادة أرباح بيع السيارات للشركة. بفضل الله عز وجل هذه السنة استطعنا أن نعمل على جودة سياراتنا اللي بنخرجها للسوق كمنتج نهائي، ونبيعها بأرباح أفضل بشكل ملحوظ عن السنوات السابقة. السبب فيها عنايتنا الفائقة بسياراتنا. وللعلم فإنه أرباح السيارات في بجت السعودية تمثل نسبة كبيرة جدا من مجمل الأرباح للشركة، فبالتالي منتجنا هذا حوالي كم في المئة سيد فواز هذه النسبة تقريبا قياسا على التأجير؟ نعم 70%. بيع السيارات، أرباح بيع السيارات تمثل إلى 70% من أرباح الشركة، بالإضافة طبعا إلى السبب الأخير، وهو كفاءة الإدارة في القدرة على التحكم في المصاريف وضبطها بشكل أفضل. هذه الثلاثة الأسباب الهامة اللي الحمد لله توفقنا فيها لإصدار هذه النتائج، اللي أنا أعتقد أنها مميزة جدا بالنسبة لنا مقارنة بمنافسين العاملين. صحيح، جيد. وعلى ذكر المنافسة، وأنت تحدثت قبل قليل عن أن بيع السيارات المستعملة ترفضكم بحوالي 70%، وأنتم تعملوا في مجال التأجير قصير الأجل وحتى التأجير طويل الأجل كروافد أيضا لشركتكم. حدثني عن المنافسة من باب التكنولوجيا والتقنية. أنت تعلم الآن هذا السباق اللاهث في هذا الاتجاه، وخاصة في قطاع النقل يعني، وإذا لم تستصحب الشركات التوجه التكنولوجي ربما تخرج من حلبة المنافسة. كيف تعملون على ذلك؟ سؤال رائع أخي الطيب. أنت أثرت مسألة هي المسألة الأهم للمستقبل في صناعة تأجير السيارات أو النقل العام خاصة، وبشكل عام هو الأمر اللي أنت أثرته. لن تستطيع شركة الاستمرار في السوق إن لم تطور من إمكانياتها في تقنيتها، في كيفية التعامل مع عملائها وزبائنها. همنا الأكبر اليوم وتحدياتنا هي كيف نطور من خدماتنا خاصة التقنية منها لتسهيل المنتج وتبسيط المنتج لبيعه للعميل، وبعد ذلك كمان الاستفادة من رأي العميل في تطوير هذا المنتج عندنا. الشركة اللي ما تطور الاب ابلكيشن حقتها، الويب سايت، طرق التواصل معها إلكترونية، نحن نواجه جيل جديد. احنا في المملكة العربية السعودية نعتبر نفسنا من الأمم اللي هي صغيرة شابة، فكل الجيل الجديد اللي موجود الآن بيطلب خدمة، تأكد تماما إن ما عندك تكنولوجيا تناسبه ستخرج خارج السوق تماما. هذا عملنا الجدي يوميا، إن ما أقول لك إن مو أسبوعين فهو يوميا. وإن شاء الله نعتقد إننا بنمشي بخطوات جيدة، وقد نكون شوية أسرع من منافسينا بصفتنا شركة عالمية وعندنا كمان إكسبوجر للعالم كله فيما يخص هذا الأمر. جيد، نتمنى لكم التوفيق. السيد فواز عبد الله دانش، الرئيس التنفيذي لشركة بادجت السعودية، كنت معنا من جدة معلقا على ارتفاع أرباح بادجت السعودية 115% في الربع الرابع من 2018.